متسابقون وصلوا إلى المرحلة نصف النهائية، وهم الآن قاب قوسين أو أدنى من التأهل للمراكز الأولى. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أنت تذكرني بالمرحوم محمد أحمد عامر. كانت هذه هفوة وهنا بسيطة لا تقلل من شأن تلاوتك. يا أهلا وسهلا بسفير الفلبين، قرآني طبعا. نعم، في ذاكرة العراقيين سينطبع اسم لمحمد ورسم لمحمد وصوت محمد. يوحى اللي أديته بالدور السابق كان أفضل من هلا. لم يمسسهم سوء. تركيز، ذكاء، إحساس، أداء باهر ورايع، حلاوة صوت، وأنا حبيت هالخلطة هاي يعني.